الشعب كل صوت، صوت الشعب. أعزائي المشاهدين، يسعد مساكم، نلتقي معكم اليوم بحلقة جديدة من برنامج صوت الشعب، الصوت المسموع بإذن الله كما يعني نأمل في هذا البرنامج. بتواصل معكم اليوم عبر شاشتكم الـ A1 TV بتواصل مستمر، هذا التواصل المسائي اللي بلشناه معكم في هذه القناة، قناة الـ A1 TV، والتواصل المستمر مع كافة أبناء المحافظات في مملكتنا الأردنية الهاشمية، والتواصل مع أبناء الجاليات الأردنية كمان اللي بتابعونا وبتواصلوا معنا عن طريق صفحة السوشيال ميديا، فأكيد سعيدين بهذا التواصل. واليوم حلقتنا راح تكون حلقة خاصة، ما معنا ضيوف، لكن راح نناقش فيها مواضيع كثير مهمة إن شاء الله أنها تسعدكم ونقدر نلبي فيها أكيد احتياجاتكم كالمعتاد. وزي ما بقول الفنان عمر العبد الله، أنا من الأردن أرض النشامة، وأكيد كل نشمي ونشمية بتواصلوا معنا اليوم وبتابعونا في برنامجنا صوت الشعب، أكيد موجه لهم تحية كبيرة على هذا التواصل المستمر، وإن شاء الله أن دائما نلبي مطالبكم ونتحدث باسم كل مواطن أردني على تراب هذا الوطن الغالي. وكالمعتاد معكم في بداية حلقتنا نتطرق لمجموعة من الأخبار، هذه الأخبار اللي أكيد بتكون على الساحة الوطنية اليوم ومنناقشها بطريقة صوت الشعب. وأول الأخبار معنا لليوم تشغيل 15 رادار ثابت وكاميرا في على شوارع عمان. تقوم أمانة عمان الكبرى بالتعاون مع إدارة السير المركزية ضمن مشروع الرقابة الآلية المشتركة بين الأمانة ووزارة البلديات بالتشغيل التجريبي ل 15 رادار ثابت وكاميرا في شوارع وتقاطعات داخل حدود أمانة عمان الكبرى، وذلك صباح يوم غد الخميس. يعني مع نهاية الأسبوع حبينا نفرح المواطنين ونقولهم أنه في عنا 15 رادار راح يبلشوا يعني تجربة تبعتهم من يوم الخميس. وكأنه المواطن الأردني اليوم مع هذا الكم الهائل من الرقابة من قبل الجهات المعنية اللي بتدور أنها تراقب أداء السائقين في الأردن. إحنا في الأيام الماضية والأحداث اللي شفناها من أحداث البحر الميت لأحداث ملفات الفساد للقضايا الكبيرة لكل شيء مرتبط بحق المواطن الأردني، ما شفنا ولو جزء بسيط من التصريحات أو من الخدمات اللي بقدموها الجهات الحكومية للمواطنين تجاه أنه والله بدنا نرصد هالملف، بدنا نرصد هذا الواقع. ديوان المحاسبة أظهر أن عدد كبير من المخالفات والتجاوزات، وما شفنا يعني خبر يعني نوعا ما يعبر شوي عن مشاعر الأردنيين، قادرين في يعني مفهوم الجباية أنه إحنا نركب رادارات ونركب كاميرات ونراقب السرعات ونراقب المواطنين ونعمل شغلات كثيرة، لكن ما فكرنا نعمل كاميرا على المواقع السياحية اللي بنشوف فيها تأثير كبير على المواطنين، ولا شفنا كاميرات مراقبة لمواقع حساسة بصير فيها مشاكل كثيرة، ولا شفنا كاميرات مراقبة بترصد واقع الناس الطفراني والناس الجيعاني والناس اللي مش لاقي توكل، ولا شفنا كاميرات مراقبة بتراقب الناس المطلوب اليوم اللي على مبالغ بصراحة قاعد تصرف على أبنائها وبتأخذ قروض وبتأخذ مبالغ كبيرة، ما قدرنا نراقب وضعهم المالي، ما قدرنا نراقب مأساتهم، ما قدرنا نراقب وضعهم الميؤوس منه، ما قدرنا نراقب حالة الفقر، ما قدرنا نراقب البطالة، ما قدرنا نراقب حالات الطلاق اللي بتزداد، ما قدرنا نراقب أي شيء يعنى بخدمة المواطن الأردني، واستطعنا أنه نراقب المركبات بسرعات عالية. هذا الموضوع اللي أنا بكرره كل حلقة بصراحة، لأنه إحنا قاعدين يعني نستشهد في شيء موجود على أرض الواقع. استطاعت الحكومة أنها تراقبه الأشخاص الفقراء اللي موجودين تحت الإشارات، ما استطاعت الكاميرات أنها تراقبهم، ما استطاعت أنها تظهر أسماءهم لصندوق المعونة وللتنمية، ما استطاعت أنها تحل مشكلتهم، ما استطاعت أنها تحل مشكلة الناس اللي بتنام على الأرصفة، ما استطاعت تحل مشكلة الناس اللي صارت تحكي مع حالها، ما استطاعت أنها تحل مشكلة المواطنين اللي مش لاقين يأكلوا، لكن استطاعت أن ترصد سرعات كبيرة للمركبات في عمان في مختلف المحافظات. فهذا النهج وهذا التفكير المرتبط بالجباية فقط، أنا اليوم بدي أخذ منك كمواطن ومن جيب المواطن،
ولا قادرين نغير أو نعطي ولو 1% لهالمواطن المسكين. إن إحنا والله بدنا نراقب، في عنا مجلس نواب بده راقب، في عنا وزراء، في عنا أشخاص معنيين بدهم راقبوا، لكن مش شايفين أي نوع من أنواع المراقب. وهذا الشيء اللي بصراحة بخلينا دائما نحزن، وبخلينا دائما نزعل، وبخلينا نفكر إنه إحنا كمواطنين وين حقوقنا، وين حقوقنا كمواطنين؟ ليش ما يكون في دور رقابي على جرات الغاز اللي راح نحكي فيها بعد شوي؟ ليش ما في مراقبة على القمح اللي بنأكله، نوعية الطحين اللي إحنا قاعدين بنأكل منها، المي اللي مشربها، القهوة اللي فيها حشرات، الطرقات الخربانة، الإسفلت والله بيعلم كيف الخلطة تبعته. ما في أي نوع من أنواع المراقبة عليها، والمراقبة فقط إنه أنا كيف بدي أخذ منك مصاري. والله العظيم إنه الواحد تعب قد ما حكى في هاي المواضيع. نروح للخبر اللي بعده. اتلاف 250 ألف اسطوانة غاز هندية غير صالحة للاستهلاك. تتذكروا موضوع الغاز الهندي واسطوانات الغاز اللي حكينا فيها قبل 4-5 سنوات، وكنا نحكي إنه جماعة خير هاي الاسطوانات تالفة. قامت مؤسسة المواصفات والمقاييس بالانتهاء من اتلاف 250 ألف اسطوانة غاز مسال منزلية غير مطابقة للقواعد الفنية الأردنية من منشأ هندي، وذلك لضمان عدم دخولها إلى الأسواق المحلية وعدم تداولها. وأنتم تتذكروا الخبر اللي إحنا تداولناه عن إحدى الحكومات الأردنية اللي بهذه الفترة قال لك إحنا بعناهم لإيطاليا بأربعة مليون خلصنا منهم ولا تم بيعهم ولا إشي. اليوم تم إتلافهم، يعني خسرنا خزينة الدولة فوق 10 مليون دينار بس عشان ندخل هاي الاسطوانات وما نعرف لمين ولمصلحة مين ومين اللي بيبيع ومين اللي تاجر فيها. واليوم أتلفناهم كلياتهم، يعني دفعنا حقهم وأتلفناهم. سفارة في لبنان منستصلحها نرجع منبنى واحدة جديدة، مناطق عنا منزيد فيها وبنبيع، احتفالات ما احتفالات لآخره، كل شيء قاعد بنلعب فيه ومبالغ بالملايين بتروح. وبنحكي انه احنا بدنا نطور وبدنا عجلة الاصلاح وبدنا نتقدم وبدنا نحسن وبدنا، وهم اشي عندنا المواطن الاردني، اهم اشي المواطن الاردني اللي بدفع، بدك اياه يظل مصحصح عشان يظل يدفع لك. طيب هذا موضوع الاسطوانات، وانتو اعلم واخبر وادرى فيه لانه الموضوع من سنوات، انا ما بدنا نحكي اليوم في الموضوع لانه احنا خبر نقرأه ونعلق عليه بطريقتنا، لكن شيء بصراحة مؤسف انه احنا اليوم بعام 2018 بعد حديث وخطابات ويعني الله بيعلم بالمؤتمرات والندوات واللقاءات والتوصيات اللي متحدث فيها عن خدمة الأردن وخدمة المواطن الأردني، لكن ما شفنا لليوم أي جزئية بسيطة لخدمة المواطن الأردني. والمديونية بتزيد والمليارات بتزيد وقاعدين كل سنة بيزيد علينا مليار ومليار ونص، وإحنا بنحكي إنه إحنا بدنا نحسن وبدنا نطور. الحكومة اللي قبل هاي الحكومة حكت انه في عام 2018 سيرى الاردن النور، شفناه بطبع النور. طيب الخبر اللي بعد خبر الاسطوانات، شوف هذا الخبر. الارصاد تحذر من احتمال تشكل السيول الجمعة والسبت. تتأثر المملكة بحالة من عدم الاستقرار الجوي الجمعة، حيث تغطي سماء المملكة كميات من الغيوم على ارتفاعات مختلفة وتسقط زخات من المطر في أنحاء متفرقة من المملكة، ويتوقع أن تكون الأمطار غزيرة أحيانا ومصحوبة بالبرق والرعد وتساقط البرد في بعض المناطق، مما يؤدي إلى تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة. المرة الماضية حكينا في موضوع المنخفض لكن ما صار فيه، قلنا حالة عدم الاستقرار، يعني مش منخفض رسمي، حالة من عدم الاستقرار. ممكن تيجي شتاء ممكن لا، ممكن شمس الصبح تشتي الظهر ترجع شمس مساء، الله بيعلم فيها. لكن يعني الآن هذا منخفض جوي، والحديث مش حديث عدم استقرار على قدر ما هو منخفض. فمتمنى من الجميع توخي الحيطة والحذر ولا تركنوا على الحكومة في موضوع الطرقات والمناهل والشوارع، لا اركن على حالك. إذا ما عندك مشوار ضروري 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 لا تطلع من البيت، خليك قاعد في الدار أحسن لك، لأنه يعني ما بدنا نرجع نعيد الشغلات اللي صارت من أسبوعين والفاجعة اللي صارت عندنا في الأردن. الخبر اللي بعده، يعني السوشيال ميديا بشكل عام تحدث عن الـ 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 عن هذا الجسر، وإحنا بدنا حكينا عنه في صوت الشعب. الأمانة تدخلت، بس يا ريت تذكروني بس الموقع الجسر وين موجود، يعني إحدى مناطق العاصمة عمان، وتدخلت
يعني هو جسر النهضة، بقول لك انه الفاصل الموجود هو عازل، وهذا الفاصل يعني هو هيك هندسيا موجود، وثاني يوم رجعوا حطوا الحديدة حتى يغطوا بس على الفاصل، انه حتى الناس ما تصور وترجع مرة ثانية. احنا لا هدفنا نتحدث على الأمانة، ولا هدفنا نتحدث عن وزارة، ولا هدفنا نحكي عن مسؤول، احنا هدفنا سلامة المواطنين. يعني لما المواطن صار يخاف من كل شيء، ما هو هاي نتيجة الرعب اللي عايشه المواطن الأردني. صار المواطن لما يلاقي حفرة في الشارع، صار المواطن لما يشوف جسر شوي نازل منه لو حجرة صغيرة، صار عنده فوبيا انه والله خايفين. يا جماعة خير، احنا الوضع بصراحة يعني هالمقاولين اللي بأخذوا هالمشاريع ما بيتقوا الله قاعدين بهالمواطنين، وبس بدهم يحطوا في جيابهم، فاحنا صرنا نخاف. فصار المواطن زي ما انتم شايفين يراقب ابسط الامور. يعني هذا الزلمه مصوره وهو راكب في السياره، يعني ماشي وعم منعطف وراح لقطها صوره، لانه خايف ومن حقه يخاف، من حقه في هاي الفتره انه يخاف، لانه اليوم يعني بعض المشاهد بتخوفنا كمواطنين. وانا سعيد برقابه المواطن على مصلحة المواطن الآخر. يعني اليوم احنا نتحدث انه مجلس النواب له دور رقابي، ولا مركزية لها دور رقابي، وبس هذول الجماعة بدهم مصالح شخصية، يعني لا اكثر ولا اقل. صار الموضوع بدهم الشغلات اللي بتجيهم من وراء هاي المناصب. اليوم المواطن الاردني بيلعب دور الرقابة، وبيلعب دور التنفيذ، وبيلعب دور كل اشي قاعد بيلعب المواطن الاردني في سبيل يحافظ على هالعيش البسيط اللي عايشه. يعني بمفهوم المواطنة حقوق وواجبات، اليوم هو قاعد بينفذ الواجبات، وبنفس الوقت هو اللي قاعد بخلق لنفسه الحقوق وبيحقق لحاله نتيجة إيجابية. فوصلنا لمرحلة كمواطنين انه صرنا احنا بصراحة اشتغل شغلتك فيدك احسن ما حدا يفيدك، لانه ما حد راح يفيدك اصلا. وهذا الشيء يعني احنا ملاحظينه على ارض الواقع، ومننتظر دائما امور كثيرة تثلج صدر المواطنين الأردنيين، لكن هذا الشيء بعيد وأصبح من الأمنيات. وفي بعض المقولات بتقول لك لا تخلي أهدافك أمنيات وحققها، لكن على أرض الواقع المواطن الأردني كل أهدافه والرؤية تبعته عبارة عن أحلام وأمنيات. بدنا نطلع لفاصل صغير ونرجع ونروح فيه لجانب نتحدث فيه عن كوكب آخر موجود عندنا، نعمل نوع من المقارنات، تشوفوا كيف الحياة، كيف الناس عايشة، وكيف الحقوق الحقيقية يتم إعطائها في دول غربية. راح نشوفها ونتناقش فيها ونمزح فيها ونضحك شوي، لكن بعد الفاصل. وإحنا أصحابه ما لقينا مثل ترابه. والله بلدنا جميلة ورائعة، وترابها طاهر، وأهلها طاهرين وشرفاء وغيورين على تراب هذا الوطن. إلا بجوز ثلة بسيطة قاعدة بتأثر وبتغير لمصالح شخصية، وإحنا عارفين هذا الشيء. كل مواطن أردني عارف إنه في مصالح شخصية مرتبطة بهذا الموضوع، وهذا الشيء اللي بخلينا نطلع مثل هيك برامج. يعني بجوز لو في دول أخرى البرامج بتكون ترفيهية أكثر، فيها الجانب الابتسامي أكثر، مش المذيع بطلع مكشر من أول حلقة لآخر حلقة وهو نفسيته مدمرة. طيب بدي نروح لمقارنة بسيطة. أنا قبل ما نعمل المقارنة بدنا نأخذ جانب كيف الناس عايشوا برا. هم بشر مثلنا مثلهم، لهم إيدين، لهم إجرين، لهم عقول، لهم عيون، نفسنا نفسهم. بالعكس بجوز إحنا عندنا خيارات أكثر منهم، لكن في اهتمام بحقوق الإنسان، في اهتمام بمفهوم المواطنة، في اهتمام بالفكر، في اهتمام بالتطلعات، في طموح، في رؤية، في أهداف، في نهج يتم تطبيقه، في خطط بيحطوها لسنوات وسنوات للأجيال القادمة والأجيال الموجودة، في اهتمام بمقولة الإنسان أغلى ما نملك. بالفعل الإنسان أغلى ما يملكون هم طبعا. في شغلات احنا بجوز مستغربها نفكرها هاي عبارة عن أمنيات وأحلام، وهي حقوق لكل مواطن. نعمل هاي المقارنة البسيطة. بعض الصور من السويد، كلنا بنعرف السويد. السويد كيف بتعاملوا مع المواطن، كيف بيحاولوا قدر الإمكان انهم يخلوا هذا الشخص مرتاح حتى يقدم، حتى يشتغل، حتى ينجز، حتى يرفع الراية، حتى يكون عنده ولاء وانتماء حقيقي، حتى يكون في عنده حب حقيقي للبلد، حتى وحتى وحتى وحتى. نشوف الصور صورة صورة ونناقشهم
ونتحدث يعني، وبتمنى يكون في اتصالات معنا. يعني كنت حابة تكون هاي أول صورة، بس مش مشكلة. هذا مدخل لنادي باركور الرياضي في مدينة مالمو في السويد. لا يمكنك الانضمام للنادي إلا إذا استطعت الدخول منه، يعني إنك تطلع. طبعا أنا لو إني هناك عليم الله هذا النادي ما وصل ولا راح أقدر أفوته، لأنه إحنا الواحد براسه 100,000 قصة، فكيف بده يشتغل على حاله من ناحية رياضية ويقدر يدخل لمثل هذا النادي. هاي صورة يعني جزء من كيف بدهم يبنوا بفكرك وبعقليتك، انه حتى النادي لازم تكون انت على جاهزية تامة حتى تتدرب وتشتغل على حالك. يعني بيشتغلوا حتى على ابسط الامور. الصورة اللي بعدها، عايدة الحاج علي، امرأة مسلمة لاجئة 29 عام. تخيلوا، عايدة الحاج علي امرأة ومسلمة لاجئة 29 عام فقط، وتم تعيينها وزيرة التعليم العالي في السويد. يعني عليم الله لو هذه وزيرة عنا، يعني عارف عليم الله إلا تمح الأمية، يعني إلا تمح الأمية. يعني هاي لو صار مشكلة سد، مين دي حس مين دي يحكي معها؟ طيب يعني الآن الفكرة من 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 هذا الخبر أو من هذه المعلومة، إنه حتى إعطاء الأولوية للشباب وللفكر المتجدد، الفكر اللي ببحث عن العطاء، ما عندهم مشكلة. هاي لا هي بنت الشيخ الفلاني، ولا أبوها وزير، ولا خالها وزير، ولا عمها لاجئة عمرها 29 سنة، لا مرتبطة بإرث، ولا بتحكي خالي ولا عمي ولا قرابتي ولا إيش. هي عبارة عن شاب ومسلمة كمان، يعني حتى الدين ما دخلوه بالموضوع، ولاجئة، وقال لك عندها إمكانيات، عندها فكر شبابي، عندها فكر متطور، حطوها وزير للتعليم العالي. يعني هي مسؤولة أو وزيرة عن جيل كامل مرتبط فيها بعمرها. ما كان عندهم مشكلة، ما كان عندهم مشكلة مع أنه يحطوا مثل ما بعرف في آنس ولا مدام الله أعلم، لكن ما عندهم مشكلة. لا ترنش عليه. طيب اعطيني اللي ورا. في السويد يستحق الولد إجازة الوالد فكرت ولا شفت بوكل انبسط الوالد إجازة لدى انجابهم طفلا لمدة 480 يوم، 90 يوم منهن إلزامية للأب. يعني تشوف كيف الاهتمام بأبسط الأمور. يعني إجازة 480 يوم، قديش ضل من السنة؟ 90 يوم منهن بروحا للأب. يعني 90 يوم بيستطيع الأب أنه يشارك ابنه حياته، أنه بيكون مضغوط في العمل طول فترة السنة، فبتلاقي أنه والله إحنا بدنا نعطيه مساحة كيف يتعامل مع ابنه. ما بدنا ندخل في موضوع الإجازات وموضوع العطل وموضوع الكذا، احنا اعطونا شغل وكثر الله خيركم، مشتغل 360 يوم واعطونا رواتب زي الناس وشوف الإنجازات. لكن قبل فترة أخونا بيحكي بيشتكي، بيقول والله العظيم بدور على وظيفة مش لاقي، والكل راح من عنه، ما قدرنا انه ولو 1% انه يعني نوفر عمل واحد. طيب قبل ما أكمل بالصور، وفي طبعا معلومات كثيرة بتهمنا وراح نعلق عليها بطريقتنا، معنا اتصال. ألو نعم. ألو مساء الخيرات. يا مساء الورد. كيف حالك أخ صدام؟ أهلا وسهلا فيك. أشكرك يا أخوي على هالبرنامج اللي صوت الشعب، أنا والله أشكرك جدا. كل احترام. ولكن أنا حكيت لك القصة إنه الصرف الصحي من شباب بدران، وقلت بدي أتابع، وإن شاء الله إنه صوت الشعب يتابع لنا هالأمور هاي. أنت اللي حكيت معي قبل فترة. نعم انا صحيح. محمد حيدر اراضي العدوان. نعم. صحيح حكيت معنا، بس انت بتذكر حكيت معنا، كانت الحلقه كانت بالنهار مش بالليل. نعم انا اشاكرك، لانه النهار ولا بالليل حنتابعك، لانه صوت الشعب. الله يسعدك. صوت الامه يعني. الله يسعدك انت اخوي. انت يعني قائمين على خدمه المواطن وخدمه الشعب. طيب. ما طيب. برنامجكم طيب. يعني طيب. يقول والله ما بحكي معاكم. طيب احنا اتصال ما بيننا المسؤول. كل احترامي لك، احنا الشباب بيحكوا لي انه تم التواصل مع اخونا اللوزي اللي بالامانه، والان راح نزودك برقمه
واحنا حاكين له عن الموضوع، ان شاء الله انه يعني باقرب فرصه راح لك الموضوع. احنا ما نسينا الموضوع، بالعكس تواصلنا مع الامانه وراح نزودك الان برقمه وتتصل معاه مباشره، وان شاء الله انه راح يحل لك المشكله في منطقه شفا بدران. طيب، وانا بتمنى ما اي شخص اتصل معنا قبل هيك وفي عنده مشكله، نحن بجزء بعض مرات من ضغط الاتصالات وضغط المتابعه عن طريق السوشيال ميديا ما بنفوت، لكن المتابعه بتكون اقل، فبتمنى من الاشخاص اللي ما بيقدروا يتصلوا معنا يشاركون عن طريق الصفحه ويبعثوا لنا اذا في شكوى معينه، واحنا على اتم الاستعداد انه نتابعها مباشره مع اي جهه معنيه في مملكتنا الاردنيه الهاشميه. نرجع لموضوع الصور اللي معنا. الصورة هاي محلات التسوق في السويد تضع سلال موز مجانية خاصة بالأطفال الذين يأتون مع أهاليهم للتسوق، لأنه دراسة بتقولهم أنه الطفل إذا رأى الموز ولم يأكله يصاب بالاكتئاب. يا عيني عليك، يعني الطفل عندهم غاد إذا فات على سوق وشاف الموز وما قدر يأكل من الموز الموجود فبصيبه اكتئاب، خايفين على الطفل من الاكتئاب. إحنا في عندنا ناس عمره واحد 66 سنة بمرق من جنب الخضرة ما بقدر يطلع في لوحة الأسعار، ابنه إذا ما رقي حرام بتلاقيه بغطى عين ابنه من العروض الموجودة في الشوارع، خايفين على الطفل. انتوا شايفين البعد لحد وين، خايفين على الطفل من الاكتئاب، بس مش خايفين على المواطن اللي سايق سيارته طول ما هو ماشي وهو عينه على الكاميرا وعينه على الشارع، وبده يفل من حفرة وبده يفل من مطب وبده يفل من منهل وبطلع قدامه كاميرا وبطلع على اليمين شرطي وأزمة سير وجسر بيقع عليك وبتخاف تطلع رحلة. اكتئاب مو طبيعي، توتر من يوم ما تطلع من بيتك لما تصل دوامك وتروح، أخذت راتبك بتطير منك في 5 دقائق، تمرق جنب خضرة بتطلع في الأسعار بتجفل، اكتئاب شغال. بقول لك ليش المواطن الأردني أكثر دولة فيها الضغط والسكري؟ الأردن. ليش المواطن معه ضغط وسكري؟ بقول لك والله من مش عارفين، تعمل دراسات شوف الوضع، شوف العالم مكتئب 24 ساعة. بالسويد بقول لك لا، حطوا موز مجاني للأطفال، مع أنه إحنا أهل الموز، يعني احنا مزارع الموز الموجودة عندنا منصدر لبرا، يعني بإمكاننا نعمل مثل هذه الحركة لو يوم في الأسبوع، يعني نجبر فيها خاطر الأطفال وإلى آخره. بلزموا بالتراخيص المحلات والمولات إنه تعمل مثل هذا الفعل، حتى يحترموا الآدمية، يحترموا الفكر، يحترموا الأطفال. بقول لك طفل صير عنده اكتئاب؟ لا والله. أما احنا اللي عمره 70 سنة عندهم اكتئاب متغلغل، هذا عادي ما عندنا مشكلة فيه. وبقول لك احنا يعني بدنا نشتغل على الأردن يتقدم، مش عارف شو هالجانب اللي بدنا نتقدم فيه، هذا مو داخل مخي. اعطونا الصورة اللي وراها. في السويد اذا احترمت قانون السير فان الشرطة تسجل عنك مخالفة عكسية ويتم اعطائك النقود كجائزة لسلوكك الحسن. بالضبط، تقعد 4 سنوات ما بتجيك ولا مخالفة، الشرطة بخالفك، بقول لك معقول يا زلمة؟ وين كانت؟ ليه ما بتطلع في الشارع؟ وفوق هذا كله يعني احترام القانون أو ال- 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 النرفز الزايدة اللي بتصير بيننا وبين الجهات الأمنية بالشارع، عليم الله اللي قاعد جنبك إذا رفع تلفون بتلاقي الشرطة لبح لك على القزاز بس بده يخالفك، يعني عنده سرعة بديهة في المخالفات رهيبة جدا، لو استخدمناها لكشف الجرائم والأمور الثانية ما بضل عندنا ولا جريمة في البلد. بقول لك إذا شفناك ملتزم بالقانون بدنا نكافئك، فشوف نفسية الواحد هو بسوق بتلاقيه إنه قاعد يبأخذ الطريقة السليمة. بقول لك بالنهاية في مكافأة، حتى بغض النظر لو ما كانت المكافأة مادية، إنه أنا بحترمك وبحبك وبدي أكافئك بس ما في مصاري هاي عنا، وهناك لا، بقول لك في مبلغ مالي اللي نعطيك اياه وبتعامل معك باحترام لانك انت شخص احترمت القانون. شوفوا كيف الترغيب بالموضوع، لا احنا الترهيب اكثر، احنا يا ويلك يا سواد ليلك. طيب نروح للصورة اللي بعدها. في السويد هناك بعض البحيرات من شدة صفاء ماءها فانك لا ما بتشوف ايدك بصراحة. أنا أول ما شفت الصورة بصراحة بقول الزلمة شو بيسوي حاط يده على الحجر، طلعت هاي مي. إحنا في عنا مواقع مياه، رحنا بكل بساطة
بكل بساطة زي سير الزرقة مثلا اللي متغنى فيه، جدودنا متغنوا فيه، عباءنا متغنوا فيه، بقول لك كنا نروح رحلات وننبسط وكذا، راحوا جابوا المصانع وحطوهن على سير الزرقة، جابوا المصانع وحطوا العادمات على سير الزرقة، بحطوا العادمات على على وين في مية ممكن نستفيد منها. يا أخي مش عارف كيف بفكروا. الشهيد وسط التل المستشهد فيه دائما في هذا البرنامج، كان خطته أنه يعمل وادي صقرة المناطق المجاورة لنا الآن سد، وهي مناطق زراعية ممنوع العمار فيها، راحوا عمروا فيها، تركنا كل الصحاري وتركنا كل المواقع اللي ممكن نعمر فيها وجينا عمرنا بالمنطقة الزراعية، الأشجار الحرجية انسى الموضوع، تقطيع اللي بحبه قلبك، المية تبعتنا. بتذكر وإحنا صغار كنا نشرب من الحنفية، الآن يعطوني واحد بقدر يشرب من الحنفية، ما في. شو اللي اختلف؟ صدنا ندفع حق المي وندفع زيادة على الكهرباء وندفع زيادة على النفط وندفع 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 ونحط ونقيم وكذا. أنا جماعة الخير يعني هاي الصور أنا ما حطيت عشان نقهر بعض ولا نقعد نحكي عن المقارنات، وواحد بقول لك قدرنا نحكي على اليابان زمان، في دول كثيرة تحترم والله، لو نعمل مقارنات كل حلقة راح نشوف كل دولة أفضل وقاعدة تتعامل باحترام لآدمية المواطن. هذول الناس لما يحطوا نص انه في مواطنة ويحطوا التعريف تبعها بيمشوا بالتعريف خطوة خطوة، ما بيمشوا بالتعريف انه انا كيف بدي اخذ منك. لليوم مجلس النواب، لليوم مجلس النواب ولا قادر يفهم شو آلية حساب فرق اسعار المحروقات على المواطنين. مجلس النواب مجلس تشريعي يحط القوانين وبراقب وبيعمل، لليوم اليوم حتى اللجنة المعنية بالطاقة ومعنية بالكهرباء لليوم مش عارفين شو الآلية الحسابية اللي بيعملوها الدولة على فاتورة الكهرباء. وبطلع مبارح وزير المالية بقول لك الحكومة ما بتستفيد ولا شلن، والكهرباء بتقول لك 80% بروح على الحكومة. طب أنا كمواطن مسكين مواطن عادي أنا وين أروح؟ أنا لما تحط عليه 15-20 دينار فرق أسعار وقود، طب انا ادفع يا جماعة الخير 15-20 دينار على ايش؟ شو هالخدمة الرهيبة اللي انت مقدم لي اياها؟ وليش تبيع شركة الكهرباء من الاصل؟ وليش تبيع وليش تبيع وليش تبيع وليش تبيع؟ وشو استفدنا من البيع؟ وخصخصنا في سبيل انه بعد الخصخصة راح يتحسن الاداء، بالعكس كلها ضاعت وكلها راحت وفي الاخير قلبت ملفات فساد وقلبت على ظهر وعلى عاتق المواطن الاردني. ورجعنا اليوم كمواطنين بعد 10 سنوات من الخصخصة ندفع للدولة الخسائر، اسطوانات غاز بتيجي بنقولهم فاسدات خربانات قال لك لا، اليوم بدفعونا حقهن، الكهرباء بدفعونا حقها، المي بدفعونا حقها، وبقول لك الأردن يتقدم، وبقول لك احنا في لجان وحطينا اللجنة الفلانية وبدنا نراقب وبدنا نشرع. طيب وبعدين؟ ما حدا عارف. طيب معنا أخونا أسامة يعطيك العافية. سيدي السلام عليكم. وعليكم السلام والرحمة والبركة. بمسي عليك وعلى الجمهور الكريم وعلى قناتكم المحترمة وعلى الكادر جميعا. مس الورد. سيدي بس في لي مداخلة. تفضل. بسيطة جدا. تفضل أخوي سامة. يعني أنت بتحكي قاعد عن الغلا وعن المعيشة وعن الموز وعن الخضار وعن وعن إلى آخره. لكن هل يوجد أذن تسمع هذا الحكي؟ هل يوجد ناس أو نواب أو حكومة بتشعر مع المواطن؟ بتشعر؟ بتطلعوا قاعدين على المواطن اللي عايشين مثلا بعمان الغربية اللي نصهم أصلا مش أردنية بيكونوا من جنسيات أخرى. أنا أسبوع الماضي بس بدي أعطيك معلومة، رحت على القدرة أشتري إلي للبيت ب15 ليرة، والله ما جابن، أقول لك ما جابن، لو حطيتن كلهن على الميزان ما أجل ب10 ليرات. وين كله راح الخضار هذا؟ كله راح تصدير، كله على التصدير، بحطه للشعب لبرارة وبأسعار خيالية. لما أنا ألاقي كيلو الخيار بليرة والبندورة ب75، طب وين الغور؟ وين الاكتفاء الذاتي لشعبي؟ وينه؟ ما في البنية التحتية على الدعم اللي بيجي للبلد من أموال ومن تبرعات، يجب أن يكون أفضل بنية تحتية عندنا، لكن وينها؟ نعم. أنت مبارح أو قبل مش عارف مبارح أو أوله لما حكيت عن ميزانية الجيز جريان النخيل بقيمة 1,000,000 وشوي،
لو حط ربح على البنية التحتية من شوارع ومن صرف صحي بصير هيك الجيزة؟ وقيس وقيس على هيك أحياء كثير بعمان الشرقية صحيح، أو في 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 إربد أو في الغور أو في الكرك أو في معان، لكن ما في. إحنا بنحكي وأنت وأنت يعني أنت وقناتك الشاكرين لكم أنكم بتحكوا، لكن هل يوجد أذن بتسمع هذا الحكي اللي أنت بتحكيه والشعب بيحكيه؟ العمال المواطن العامل لما يطلع نائب أو وزير عمل بعد فترة يقول لك الحد الأدنى للرواتب 220 ليرة. أنت يا وزير العمل بترضى ابنك يشتغل ب 220 ليرة؟ بقول لك لا، ما بيكفي له ولا مصروف يوم. طبعا. طب كيف اللي مستأجر دار واللي عنده 3-4 أولاد، كيف بتحط له الحد الأدنى للرواتب 220 ليرة؟ شو هذول ليش؟ إحنا مناش الجلالة سيدنا عبر قناتكم المحترمة إنه ينظر للشعب، ما يطلع على الحكومات، الحكومات كلها كلهم قارين عند شيخ واحد. أنا بدي أشكرك أخوي أسامة على اتصالك ومشاركتك وحديثك. إحنا أنا بضم صوتي لصوتك، بالعكس إحنا اليوم بتشوفنا بنستضيف النواب وبنتحدث مع الوزراء، والله مرات يعني بعد اللقاء بزعل منك، بزعل منك إذا طرح بعض الأسئلة، وبزعل منك إنه ما 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 بدي يعني تحرجني في موضوع معين، أو ما بدي تطرح علي هذا السؤال، أو أنا والله ما بعرف، أو والله أنا ما عندي معلومة، مع إنه يعني مجلس رقابي. الآن الموضوع سهل، إحنا الأشخاص اللي راح نشارك في الانتخابات الجاية وراح ننتخب، فهو يعني رسالة لكل مواطن أردني اليوم، كيف أنت ممكن تختار الشخص اللي يتناسب مع طموحك وأفكارك؟ يعني إذا كان جزء من حل المشكلة. اليوم عندنا لا مركزية في البلد، ما حد بيعرف، تعال أي واحد قل له شو لا مركزية بيقولك والله ما بعرف، انتخبناهم وشاركوا بس ولا منشوف ولا واحد فيهم. إذا لا مركزية بيحكوا معنا قاعدين بيشتكوا، بقول لك أنا توصل لي صوتي للمسؤول. طب أنت شو بتسوي؟ أنت شو بتسوي؟ بقول لك آه والله ما بعرف. يا سلام، أمين اللي بعرف؟ أنا اللي بعرف. طيب أخونا عبد الرحمن يعطيك العافية. ألو ألو تفضل. ألو مرحبا. يا هلا، معاكم عبد الرحيم الشمري. عبد الرحيم الشمري، أهلا وسهلا. بس انا حبيت يعني اشارك لو مشاركه بسيطه. تفضل. انا اليوم قريت انه الدوله صرفت نص مليون للاسر الفقيره. ولا حد شاف شيء يعني. مش نص مليون، نص مليار. نص مليار يعني، عفوا. يعني ما حد شاف شيء، بس حبيت اشارك مشاركه بسيطه. طيب بشكرك، هسه بحكي لك في الموضوع تبع النص مليار. طبعا يعني بالنسبه لهذا الخبر انا كنت اقراه بس كنت اتاكد منه اكثر واكثر، لكن المواقع الالكترونيه تناقلت هذا الخبر، فبدام صار واخونا عبد الرحيم او عبد الرحمن حكى فيه فانا بدي بس بعجاله احكي في هذا الموضوع. اظن نص مليار الحكومه بتحكي لك انه في عام 2019 بدها تدعم فيهم صندوق المعونه والتنميه، يعني راح يروحن لخدمه المواطنين من ناحيه الدعم، دعم مستشفيات، دعم اكل، دعم شرب، دعم طرود والى اخره. المشكلة انه هاي المبالغ ان كانت نص مليار ولا 50 مليار، الآلية اللي بيتم صرف فيها المبالغ كيف؟ الآلية اللي بيتم اعطاء العائلات الفقيرة، العائلات الفقيرة اللي حكينا دائما نحكي فيهم وكما ورد فيهم تحسبهم اغنياء من كثر التعفف، اشخاص ما بطلبوا وهم المسؤولين ما بكلفوا خاطرهم انهم يسألوا، فبدهم يستنوا بس مجرد انه انت تحكي معهم ويعملوا عنك يعني الله بيعلم بالرصد. وبتتذكروا لما عملوا الاستبيان او عملوا نسيت اسمه هذا، دخلوا كل بيت وصار يسألوا شو عندك ميكروويف وشو في عندك تلفزيون وشو في عندك مكواي، وصار يحاسبون على ابسط الامور، يعني لو ختيارة جايها هدية بسيطة، يعني خلينا نحكي مكواي من 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 بنتها، حاسبوها عليها وصاروا يقيسوا هذا الموضوع. بتروح انت بتقول لهم مثلا انا بدي راتب، بقول لك لا يا عمي انت في عندك ميكروويف وفي عندك مكواي وفي عندك كذا وفي عندك وفي عندك. ف يعني هاي سلافة طويله وبدها مراقبه، هاي لازم يكون فيها مراقبه، لازم يكون فيها مراقبه على نص مليار. واذا كان نص مليار حقيقي، اذا كان المبلغ عن جد، اذا ما كان 100,000 بس وبزعون على جماعتهم وصلى الله وبارك. معنا اتصال. طيب اخونا خالد. نعم تفضل يا خالد.
السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام عليكم يا أخو. وعليكم السلام، تفضل يا خالد. يا حبيبي، احنا بدي أقول لك في عندنا مثل يقول واحد ينصب له عند وحدة، في واحد ينصب عند وحدة كل ما جيب جيب آخر في قال ما ظل من القوت غير هالكبوت دلس تغطيه يا خالد. ما ظل عندنا شيء. الدولة ما نفضت الجاب، بدل ما تحط بجابنا ما خلط بجابنا ولا أي شيء. ودي أحكي لك نقاط ثلاثة الله يرضى عليك. واحدة منهن صارت طوشة هيك بسيطة، وأنا ملتزم دينيا، جينا عند القاضي قال حط يدك على المصحف أطير. عندك مسدس؟ قال له عندي، والله ما استعملته، حكمني أسبوع لأني صادق. لأنه مواطننا إذا كان صادق يعاقب على صدقه. أقسم بالله. الشيء الثاني، النائب لازم يكون عنده سجلات لمنطقته، مين معاق، مين معاه بكولورس، مين معاه ماجستير، مين قاعد بدون شغل، ها؟ مين؟ لازم كل نائب يعمل بحث كامل للعائلات اللي هو نائب عنها. أما النائب والله إن نائب منطقة معقول حد الآن ما شفته من نجح. هل هذا يصير؟ الشيء الثاني بدنا يا أخوي كل محكمة في منطقة يحطوا قضاء عشائري. القضاء العشائري يحل مشاكلنا بيوم ونخفف الأزمة على الدولة. القضاء العشائري مثل ما قال يوم تيجي يقول تحلف واحد يمين يقول جيب اثنين يزكوا لك من قرايبك، ها؟ يوم يحلف اليمين ونجيبوا له. القضاء العشائري بالأردن يحل كل مشاكلنا. ونتمنى كل محكمة فيها قضاء عشائري. اللي وده قضاء عشائري يتفضل، وده المحكمة يتفضل. يخفف علينا الضغط، والقضايا تقعد 4 سنين وخمس سنين ومحامين وجيبوا كلها وكلها سوي. بقى يا أخوي الله يرضى عليك، والله عندي 3 سيارات، الثلاثة ما بينا مرقطة من كل الأمانة العاصمة، 170-180 مخالفات. وسلامتك وطول عمرك. كل احترام أخوي خالد على اتصالك ومشاركتك. وردني الآن خبر عاجل، ما بعرف ممكن تعتبروه عاجل ما تعتبروه عاجل، هذا الشيء برجع لكم. دولة عمر الرزاز الآن بزيارة خاطفة للكرك، زيارة مسائية، وهذه الزيارة لمستشفى الكرك الحكومي. يعني اليوم تذكرنا الجنوب، واليوم بدنا نعمل زيارة للجنوب، مع أنه تتزامن هذه الزيارة مع زيارة ولي سمو ولي العهد سمو الأمير حسين امبارح، كان موجود بالكرك. فاليوم نشوف دولة الرئيس موجود في الكرك. لازم يكون في تحرك من قبل جلالة الملك ومن من البيت الهاشمي حتى تتحرك الدولة، حتى يقوموا بأعمالهم، حتى يفرضوا مسؤوليتهم ويخدموا هالمواطنين. يعني أنت شخص موجود في مكان مسؤولية، أنت شخص حلفت يمين على أنك تحقق العدالة وتحقق المسؤولية المطلوبة منك. أنا ما بعرف كيف الأشخاص يعني بأخذوا طيب هو خبر وعدة. معنا أخونا ناجي كساب، ناجي الأستاذ. السلام عليكم. وعليكم السلام. الله يمسيك بالخير أستاذ صدام، كيف حالك؟ مساء الورد، أهلا وسهلا فيك. الله يخلي عمرك سيدي، أنا من المتابعين لبرنامجك ومن المبسوطين فيك، الله يعطيك العافية أنت وجميع الشباب. كل احترام. الله يخلي عمرك. كل احترام. الله يخلي عمرك سيدي. إذا تكرمت أنا بس بدك توسع صدرك شوي معاي. تفضل. لأنه ماني عارف شو بدي أعمل، اللي ما له واسطة عنه هون صار بطل، يعني بطل يكون إنسان بهالبلد. أستاذي أنا ب4/1/2016 عملت عملية قلب مفتوح. نعم. يوم العملية بالليل صابني جلطة دماغية حادة تسبب لي بشلل نصفي. خلصنا من العملية، طبنا الحمد لله، ربنا رايدنا الشقة فضل من الله. اشتراكي بالضمان الاجتماعي 189 شهر. اللي بقوله يا عمي روح على الضمان بيعطوك راتب 3 أشهر وبيعطوك معلولية. رحنا على الضمان، انت هاي معلولية مش إصابة عمل، ما بطلع لك إشي، روح كمل. فت على رئيس اللجنة اللوائية الدكتور محمد الزعبي. نعم. اللي بقول لي أنولي، قلت له هاي توقيعك، هذا مش توقيعي، يعني عندي كتب رسمية بهذا الحكي، أنا أخذوني من الشغل وقعدت بالشغل. ودوني على مستشفى البشير الدفاع المدني، قعدت تقريبا 11 يوم بالعناية المركزة، صاحي من الضرب اللي إجتني كان احتشاء بالقلب، هاي معي تقرير.
خامس يوم صحيت. طلعوني من البشير على المدينة الطبية، عملنا قسطرة ما زبط، حولوها لقلب مفتوح. رحنا على محمد الزعب الدكتور اللي بقول له، اللي قال لك ما بطلع لك؟ قلت له هاي كتابك هذا توقيعك. مش توقيعك هذا اللي بقول لا يا عم، روح اشترك ثلاث أربع شهور وتعالي. برد نعرضك مرة ثانية على اللجنة، بيودوك على اللجنة إما على المدينة إما على الجامعة غيرهم مشان يعطوك تقرير. فعلا اشتركت أربع شهور. رجعت عليه إلا هو متقاعد. فتنا على الدكتور الذيابات اللي حطوه بداله، اللي بقول لا يا عمي بطلع لك. اعترضنا، ردينا، قدمنا معي أربع كتب من اللجان نفسها، أربع كتب، اللجنة الأولية واللجنة اللوائية نفس الكتب، بس إنه بتغير أسماء الأطباء إنه ما بطلع لي. قابلت الأخت نادية الروابدة، طلعنا وأخذنا منها موعد. فت عليها اللي بتقول لي يا عمي هذا الكلام أنا ما بقدر أعمل لك إشي، اللجنة أخذت قرارها، روح اشترك ثلاث أربع شهور وتعلي، رد أطلب مقابلتي وتعلي. رجعت اشتركت المهم سنة وشهرين اختياري. بقول لها أنا والله ما معاي الأربعة وخمسين دينار يا أخت نادية أسوق عليك، يا الله نطلعك، أنا نصبة، أنا مع العلم رخصتي فئة سادسة ألف وباء من الأربعة وثمانين مش من اليوم. بس والله على مستوى تاكسي صغير يا أخ صدام، استلمت التاكسي، ضمن التاكسي، قعدت في يومين أخذت إيجاره من أولادي سلمته لصاحبه. مش قادر أشتغل. لف بدون، لما رحنا على نادي الروابد قالت لي ثلاث أربع شهور، رحت عليها بواحد أربع اللي هي متقاعدة. الآن فتنا على محمد الصبيح الناطق الإعلامي اللي بقول لي هدول اللجنة ما حدا بيقدر يحكي معهم إلا واحد بهالبلد. بقول له مين هو الواحد هذا يا أخي محمد الصبيح اللي هو الناطق الإعلامي اللي بقول لي، قلت له إذا لجلالة سيدنا والله سهل أوصله. اللي بقول لي لا والله رئيس، قلت له والله رئيس الوزراء صعب أوصله، أما جلالة الملك والله سهل إني أوصله، بروح له عباب الديوان بصيح وبظني فايت عليه، كان أيامها دولة هان الملقي وكذا، لما الصحفي حكى معه وضربوه اللي معه الحرس. فما بعرف أنا زلمة 189 شهر لا أخذت مصاري ولا أخذت معلولية ولا أخذت راتب. مع العلم أكثر المرضى اللي لهم الواسطات، أنا بحكيها وبتحمل مسؤولية كلامي، قسطرة اللي بتعملوها قبل نص ساعة وبطلعوا وقاعدين بيأخذوا رواتب. طيب أخوي ناجي تفضلي، تخلي بس رقم تلفونك عند الشباب بالإعداد، خليك على الخط، وأعطي رقمك للشباب. وأنا يعني بدي أعلق شوي بس على الحديث اللي حكيته. أنا شاكر لك اتصالك، وخلي رقم تلفونك، بدنا نحاول قدر الإمكان إنه نبحث في موضوعك ونتواصل مع طيب معنا موسى الصبيحي. طيب الأستاذ موسى الصبيحي يعطيك العافية. ألو، الناطق الإعلامي باسم الضمان الاجتماعي، أستاذ موسى معي؟ طيب أرجعونا للأستاذ موسى، نأخذه حتى يعني نأخذ كمان في موضوع أخونا ناجي اللي يعني معاناة بصراحة، كل ما يخلص جانب معين ترجع الأمور بتسوء أكثر وأكثر. هو لهيك إحنا اليوم قاعدين بنحكي في موضوع منقارن، حتى نعطي صورة أنه في ناس عايشة، في ناس ممكن تعيش، أنا اليوم ممكن أعيش بالأشياء البسيطة اللي عندي، أنا ممكن أعيش. طيب معنا الأستاذ موسى الصبيحي الناطق الإعلامي باسم مؤسسة الضمان الاجتماعي. أستاذ موسى يعطيك العافية، حياكم الله، يا مرحب، يا هلا بك. شاكر لك تجاوبك السريع معنا اليوم، حياك الله. وأستاذ موسى أنا بعجالة راح أحطك بصورة الموضوع، أخونا الأستاذ ناجي من رصيفة صار عنده مشكلة صحية استوجبت انه يعني عمله وهو مشترك في الضمان الاجتماعي، ويعني صار في عنده مشكلة، او تواصل معك بالاحرى حتى يتم اعطائه الضمان او دخوله بالضمان. انا يعني المعلومة لحد الان مش قادر اوصلها كاملة، لكن هو بالنسبة لموضوع اللجان الموجودة في الضمان الاجتماعي يتم تحديد مواعيد له، وتم دفع سنة وشهرين، ولليوم ما تم الإجراء اللازم من قبل الضمان الاجتماعي. والله أنا مش فاهم الموضوع كويس. طيب بس هو أنا كنت بتمنى أنه ظل أخونا ناجي معنا على الاتصال حتى يشرح الموضوع أكثر. لا هو إذا عنده حالة صحية معينة
يستطيع يعني انه يطلب عرضه على اللجنه الطبيه في مؤسسه الضمان الاجتماعي حتى تمام. قبل ان تنهى خدماته. طيب يعني هو تم عرضه ذلك. تم عرضه على اللجنه الطبيه وتم تحويله على مستشفى الجامعه والمدينه الطبيه وتم اعطائه اكثر من تقرير ودفع سنه وشهرين خارج العمل ولليوم ما اخذ الحقوق الواجبه. يبدو انه ما في قرار من اللجنه الطبيه. اذا اللجنه الطبيه ارتأت انه ينطبق عليه مفهوم العجز الطبيعي الكلي او الجزئي نعم. اكيد بيجي دور الضمان الاجتماعي بتخصيص الراتب المستحق له. طيب. لكن هذا القرار بدايه لابد ان يصدر عن اللجنه الطبيه في مؤسسه الضمان طيب. الاجتماعي. احيانا حالته تكون مش مستقره بيرسلوه لاكثر من اختصاصي اكثر من استشاري نعم. حتى يعني تتبين ايش هي حالته الطبيه وبالتالي يتحدد عجزه فيما اذا كان عجز كلي طبيعي او عجز جزئي طبيعي. طيب استاذ موسى انا بدنا تتفضل علينا راح نوصل لك رقم اخونا ناجي نعم ويوصل لك المعلومه كامله خلينا نتواصل معه وبكره احنا طيب واحنا بكره اثناء الحلقه راح نرجع نتصل معك مره ثانيه ونشوف وصلتك المعلومه كامله وشو الاجراء اللي تم اخذه مع اخونا ان شاء الله انا بتابع لاني انا والله بالجنوب عندي برنامج بالجنوب حتى مساء الغد طيب. فان شاء الله انا بوعدك اني بتابع الموضوع بس ترسلوا لنا تليفونه مع زملائي في عمان طيب. ان شاء الله بتشوفه ان شاء الله واحنا كمان راح نظلنا متابعين معك ومتابعين مع اخونا ناجي ان شاء الله حتى نحل المشكله. في اشخاص معينين ممكن يتواصل معهم بكره؟ نعم في اشخاص ممكن يتواصل معهم بكره؟ لا لو ترسلوا لي بس تليفون وانا بخليك طيب. تتواصل خلاص 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 ولا يهمك كل احترام كل احترام لك. يعني انا لانه ما كنت بجزء شوي مع اخونا ناجي الموضوع كان طويل لكن راح نزود الاستاذ موسى برقم اخونا ناجي وبكره بالحلقة مع بداية الحلقة إن شاء الله بعد الأخبار راح نرجع نتصل مرة ثانية مع أخونا ناجي ونتصل مع الأستاذ موسى حتى نشوف وين وصلت إذا المشكلة وصلت كاملة والمعلومة وصلت كاملة وكيف ممكن نحلها. راح نظلنا متابعين أخونا ناجي بإذن الله بكرة ويوم الأحد ويوم الاثنين ويوم الثلاثة لما نصل إحنا وياك للحل بإذن الله. إذا تحدثوا لك إنه ما في غير شخص واحد فبإذن رب العالمين في أشخاص كثر أكيد بيساعدوا بيساهموا إن شاء الله يكون إنا دور بمساعدتك وحل مشكلتك. يعني الله يقدرنا دائما أنه نساهم في حل أكبر عدد من المشاكل الموجودة بواقعنا. قبل ما أنا ما بدي أكمل يعني في السويد بعرف أنه ظل في صور كثيرة لكن في كمان موضوع كثير مهم شاهدته اللي هو موضوع الزيت. يعني كمان أشخاص من الطبقة التجارية أو الأشخاص اللي قاعدين بيعبثوا بأمن الأمن الغذائي للمواطن الأردني زي ما تشايفين القبض على 5 أشخاص قاموا بغش مادة زيت الزيتون في الصيف. طبعا قاعدين بيستخدموا في هاي المادة الفلفل والكركم حتى يعطوا لون ويعطوا الحرقة هاي اللسعة اللي احنا بنشوفها في الزيت وبنعرف انه هذا الزيت أصلي زيت مغشوش وبحطوا معاه فلفل وبحطوا معاه كركم وقاعدين بتلاعبوا بالأمن الغذائي للمواطن الأردني. مثل هذه التصرفات بهذه الفترة الزيتون اللي ورد في القرآن الكريم الزيتون اللي هو المصدر الرئيسي لمعيشة الأردنيين اللي نتغنى فيه في صباحاتنا وفي أشعارنا وفي قصائدنا وفي حياتنا اليوم في أشخاص قاعدين بتلاعبوا فيه لسبيل أنه يكسب له قرشين زيادة بده ياكل حرام هو حر. لكن لما نوصل لهاي المرحلة ونصير نغش الزيت وطبعا من سنوات من 5-7 سنوات صرنا نشوف هاي مسألة غش الزيت. الآن الحكومة لازم تنظر بعين الرقيب على هذا الموضوع. ليش وصل المواطن اليوم لمرحلة انه يغش الزيت؟ ليش وصلنا اليوم لمرحلة انه حتى المواد الاستهلاكية اللي احنا بناكلها اختلف طعمها؟ ليش احنا اليوم بالاردن اختلفت كل المنظومه الموجوده عندنا في البلد؟ دائما بنحكي والله ايام زمان كانت الخبز ازكى، والله ايام زمان كانت البسكوت ازكى، والله زمان كان زيت زيتون، والله زمان كان العسل عسل، والله زمان والله زمان والله زمان. وصلنا نتغنى ونقول يا زمان ارجع يا زمان. ليش؟ مع ان احنا قاعدين نتطور
احنا قاعدين نتقدم، احنا قاعدين نتحضر. الاصل فينا مع التحضر ومع التقدم ومع التطور انه نصل لمراحل، هاي المراحل تخلينا نتحسن وتخلي امورنا وتخلي المواد الموجودة عندنا شيء يتناسب مع صحتنا ومع حياتنا. لكن كله برجع لورا، الحكومة ما بتفكر في هذا الاشي، وهمها الاول والاخير الموازنة. طيب معنا الاخت ايات. الو. الو. السلام عليكم. وعليكم السلام. خي انا مواطنة اردنية. الو. نعم تفضل اخت، بس اسمعيني من التليفون لا تسمعيني من التلفزيون لانه انا سامع صوتي مرة ثانية عندك. انا اسمي ايات احمد الزين، مواطنة من الاردن. نعم. من اربد. اها. امبارح قدمت معاملة ابناء الاردنيات. نعم. جوزي فلسطيني الجنسية معه وثيقة فلسطين من فلسطين. فبدي محول جواز من مرة بس وثيقة من السفارة الفلسطينية أخذناها. فرحت قدمت، صار يحكوا لي إنه هون بالأحوال بإربد حولوني على عمان بالداخلية عشان زوجي. نعم. زوجي يحمل إثبات جنسية فقط لا غير، لا جواز مؤقت ولا جواز إنه داخل فلسطين يعني ولا إشي. فإسا أولادي أنا لا من حق إني أضمهم، يعني لإلي إني أطلعهم بطاقات تعريفية اللي هي البطاقات. نعم. أبناء الأردنيات. طيب. طبعا أنا إسا ولداني جديد، دفعت على ابني على بنتي بالبرحمة بالخداد 1470 قرش، يعني 70 قرش قبل 400 والألف. طيب. طلبوها. طب انا هيك ستعامل معاملتي الموحد اولادي؟ طب انا هيك بكره بس يكبروا رح يتغلبوا اولادي كمان نفس الاشي. رحت عندي حولوني على الداخليه، لما فت الداخليه بعمان قالوا لي ما واحد اسمه عبد الكريم العدوان، قال لي ما رح تتاملي خير، ما رح يطلع لك، راجعينا بعد 3 اسابيع. رحت عند السفاره قال لي قضيتك تتحول لراي عام. طب انا إسا كيف انا اولادي بدهم يعيشوا في الوطن امهم تحمل الجنسيه الاردنيه؟ طب انت مقيمه بالبلد، ما طلعتي من البلد؟ ما طلعت بالمره. وين اذا بمنيحه وصلت العقبه؟ يعني انت الشروط المتوفره او الشروط المطلوبه واجبه عليك كامله؟ كل، والمعامله قانونيه جدا يعني. ولا إشي ناقص فيها. طب شو وين العله بالنهايه؟ العله بالنهايه بدون شيء، بدوش يعطيني موافقه اني ايش اعملهم ابناء اردنيا عشان الوثيقه. بس عشان الوثيقه الفلسطينيه. بس عشان الوثيقه الفلسطينيه. انت بس عشان الوثيقه الفلسطينيه. طيب بدي بحكي لي كمان. طيب. الموظف حاله. طيب. انك تواجري. طيب انا بدي اطلبك طلب، بس خلي رقم تليفونك عند الشباب وانا راح اتابع مع وزارة الداخلية ان شاء الله، ونحاول قدر الامكان ناخذ المعلومة الكاملة، وان شاء الله اذا قدرنا نحل هذا الموضوع. بس خلينا ناخذ احنا كل جوانب المعلومات الموجودة، لان انا بعرف القانون ينص الان انه اذا تتوافق مع الشروط مباشرة يعني اكيد اذا مكتمل الشروط راح تاخذي الحقوق المرتبطة بابنائك ابناء الاردنيات. اعزائي المشاهدين سرقنا الوقت، كنا نكمل أكثر وأكثر لكن الوقت داهمنا. إن شاء الله نلتقي معكم غدا بحلقة جديدة نتحدث فيها بمواضيع تخص المواطن الأردني في كل مكان. تحية لكم من كوادر قناة الأيوان تي في وبرنامج صوت الشعب. على أن نلتقي بكرة بإذن الله. هذه تحية مني أنا صدام المجالي، وإلى اللقاء.